اول حاجة عايزين نشوف الفيلان. هنبدأ بتجربة الفيلان. بتخش على الانيبل، اي شو بيكون عن طريق البريفليج مود المفروض تعمل شو فيلان، يمكن عشان دوت اصلا هو مش راوتر، فهو مش سويتش، فهو كان راوتر 3640. ويمكن انا الحكايه دي اتعاملت معاها فعلا، ان احنا احيانا بنتعامل مع الراوتر ان هو كاز لير 2، تمام، از لير 2 سويتش احيانا، يعني لبعض الاغراض بنستخدمه كراوتر في حاجات وكلير 2 سويتش. ف في الحاله ديت بتحط له داش سويتش، تمام، شو فيلان داش سويتش. لكن لو احنا زي احنا المفروض ان احنا ناخد اللاب دوت تبع الشو السي سي ان اي، بناخده عن طريق بنعمل شو فيلان بس، وده تبع سويتش ايوه اسمه 2950، سويتش 2950، وده ريكومندد للسي سي ان اي، فهنعمل شو فيلان، تمام. بس زي ما انت شفت كده مفيش امر اسمه شو فيلان. طبعا انا ما كنتش اعرف، عملت علامه استفهام فعرفت ان هي المفروض شو فيلان سويتش. يبقى شو فيلان سويتش ده نفس الاوت ده هيظهر لك لو انت على السويتش بتاعك العادي خالص عملت شو فيلان، لكن يعني هي الاختلاف بس في داش سويتش. طيب جاب لك ان انت عندك كليك يمين، ما فيش كليك يمين. طب اوكي، ادي الاول بتاع الشو فيلان، جاب لك الاول الفيلان، اسم الفيلان، النيم بتاعها، هي اول واحده بيبقى عندك واحده ديفولت بيبقى موجود عليها فاص ايثرنت كل البورت اللي عندنا. احنا عندنا من اول فاص ايثرنت واحد على زيرو لحد واحد على 15، وفي اربعه ديفولت تانية، واحده للرينج، واحده للاف دي دي اي، واحده للتوكن. احنا على طول بنشتغل على الايثرنت، فاحنا عندنا من واحد لحد 1001 مخصص للايثرنت، ومن في بعض الاكستنشن بيبقى شغال من 1006 ل 2000 وشويه فكه كده، لكن مش علينا دلوقتي. طيب انا عايز اتعلم بقى شويه حاجات، ايه هي الحاجات اللي عايز اتعلمها ديت؟ اول حاجه عايز اكريت فيلان، عايز اخد بورت احطها جوه الفيلان، وعايز اشوف ابيريفاي الكلام دوت، وعايز ادلت الفيلان واحده واحده عليا. علشان نبدا نعمل اي تحكم في الفيلان فبنكتب فيلان داتابيز، بيجيب لك سويتش وسب كوماند كده في فيلان سويتش 1 فيلان، تبدا تقول له فيلان مثلا فيلان 2 نيم سيسكو، فقال لك ان فيلان 2 اد واسمها سيسكو اكزيت، تعمل مره تانية شو فيلان سويتش فظهر لنا فيلان 2. يبقى ادي كانت فيلان 1 لكن فيلان 2 لسه ما فيهاش ولا بورت. طب انا عايز كل البورت دي بتنتمي لفيلان واحد، يعني من اول واحد زيرو على واحد ل 15 بينتمي لفيلان واحد، انا عايز اخد بورت احطها جوه فيلان 2. عندك طريقه من اتنين، احنا اتفقنا ان اي بورت لا اما بنقول عليها اكسس بورت او ترانك بورت. اكسس بورت اللي هي بتبيلونج تو وان فيلان، ترانك بورت اللي هي نوت بيلونج تو اني فيلان بات باي ديفولت اول بلا اول فيلان بات باي ديفولت كاري اول فيلان، يعني هي مش بتنتمي لولا فيلان، مش بتنتمي خالص، يعني لما تيجي تعمل شو فيلان ما تشوفهاش، لكن باي ديفولت كل الفيلان متعدي من خلالها. طيب جميل، علشان نقول ان ديت بينتمي لفيلان لازم نقول عليها اكسس بورت، صح؟ فاحنا سي ان احنا ناخد مثلا واحدة على خمسة نحطها في فيلان اتنين، اول حاجة هتروح عند واحدة على خمسة تكون في تي انترفيس فاصل ايثرنت واحد على خمسة، تقول له سويتش بورت مود اكسس switch port access VLAN 2، آسف VLAN 2. يبقى بسرعة كده كل اللي أنا عملته أهو، تاني دخلت على واحد على خمسة قلت له switch port mode access switch port access VLAN 2،
معنى كده ان البورت 1/5 راح لفيلان 2. مش مصدقني؟ تعالى نشوف. فعلا البورت رقم 5 راح لفيلان 2 اللي هي سيسكو. طيب انا مش عايز اخد بقى واحده واحده، انا كنت نفسي اخد من اول سي من اول 4 لحد 10. خلاص، ممكن في عندنا امر تاني ان احنا نطبق اي امر عندنا في الراوتر او في السويتش على رينج من البورت. ازاي؟ عن طريق اللي انت بتقول انترفيس رينج فاصل ايثرنت من 1/10 سي مسافه، مسافه عشان انا عارف ان مش هيطبق معاك وهتنسى 10 مسافه، شرطه مسافه 15. واضح ان الجهاز بريء وشغال كويس اهو، وان النسخه هي اللي كانت تعبانه جدا. يعني برنامج تسجيل حلو اهو، الحمد لله ربنا يبارك. سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 2. يبقى انا خدت من اول 10 لحد 15. تعال نعمل شو فيلان 5 انا كنت خدتها قبل كده، ومن 10 ل 15 موجودين معايا. يبقى ديت الفيلان. ممكن تمسح فيلان. ازاي تمسح فيلان؟ من فيلان داتابيز، فيلان داتابيز بتقول نو فيلان 2 اكزيت، اعمل شو فيلان مره تانية. هنا بقى ابتدت تحصل مشكله. فين فيلان 2؟ فيلان 2 اتمسحت. مش بس فيلان 2 اتمسحت، ده كل البورت اللي فيها دلوقتي اختفوا. يعني هي كان فيها بورت 5، ومن اول بورت 10 تو بورت 15، من اول 10 لحد 15 كانوا موجودين جوه فيلان 2. دلوقتي البورت فاصل سرنيت 1/5 اختفى خلاص، والباقي دول اختفوا. بقى اسمهم ايه؟ بقى اسمهم هومليس. هومليس يعني مش بينتموا الفيلان خالص، زي ملوش مأوى، هو برضو ملوش فيلان تلموه. تمام كده؟ فمش بيكونكت بأي حد. طيب لو في اتنين هومليس يقدروا يكونكت ببعض؟ لا خالص. تمام؟ يبقى الهومليس ده مش بيكونكت بأي واحد خالص. طب هل أنا ممكن لو بصيت للسويتش أعرف إن البورت دي هومليس؟ ليها علامة مميزة. إيه العلامة المميزة بتاعت الهومليس ديت؟ على طول لون الليد الهومليس بتكون امبر، امبر اللي هو اللون البرتقاني المحمر، يعني شايف كده الدايموند دوت في اللون اللي بره ده. تمام؟ حاجه زي كده يعني. زي كده تقريبا، ده هي مش امبر بالظبط يعني، مش يعني لو شفته مش هتتلخبط يعني، برتقاني محمر كده. طيب لو المفروض ان الليد في عمليه السبانينج تري ما بين ان هي تكون بلوكينج وتقعد ليسننج وبعد كده ليرننج بعد كده فورورد، تاخد 50 ثانيه، ال 50 ثانيه دول بتكون الليد امبر، اما الهومليس بيفضل امبر على طول. فلو انت لقيت ليد على طول على طول، ديت من الحاجات اللي يعني ايه يبقى ترابل شوت فيها سريع شويه، لو لقيت مشكله تقدر تحلها على طول. لو انت بصيت لليد على طول بتلاقيها امبر، اول حاجه تشك فيها البورت ديت تكون هومليس. طب تتاكد ازاي انها هومليس؟ تعمل شو فيلان. خلاص سيبك بقى يعني، ده السويتش دي احنا اتفقنا عشان ده راوتر. تمام؟ لكن لو كان سويتش عادي مثلا 2950 هتعمل شو فيلان. طيب عملت شو فيلان، بص فعلا 5 مش موجوده، يبقى 5 دلوقتي لو انا ماسك ريال ديفايس 5 دلوقتي امبر. اوكي طيب لو في 5 امبر يتكلموا مع بعض، احنا اتفقنا ان الهومليس منعزل تماما، ده هومليس في حته ثانيه وده هومليس في مكان ثاني خالص. طب ايه حل الهومليس ده؟ ليه حل من اتنين، لا اما تاخد مجموعه البورت دي ترجعها ثاني